ميمتي السريعة طلعت حاملة، وميمتي المصداقية مشات لينا، وفينك أحلام والمصداقية مشات لينا، وابو الشراوط وابو الشراوط طاو الفرشة والمصداقية مشات لينا. السريعة تحداتنا وبينت الجانين اليوم، وفين غنديرو وجهنا مع المشاهدين، وغرقتو غرقتونا معاكم يغرق لكم الرويد. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تقيمنا اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا. سريعه بوالد عمرها تحداتنا اليوم، قال لك السريعه تحداتنا ودات ليكوغرافي اليوم وراتنا الجنين. الله اكبر الله اكبر. مشاهدين بالكم شي جنين في ديك ليكرون؟ شفتوا شي جنين في ديك التلفازه؟ بالله عليكم واش بان لكم شي جنين نتوما؟ انا شنو بان ليا في ديك التلفازه؟ حاشاكم ديروا الكيت، واحد الحصه ما قادة تطلع ما قادة تهبط، كتبون بلا في المصران ديالها وكيطلع شد على ديك لاباراي كتطلع وتهبط معاها. هادشي اللي بان ليا، ما بانوا ليا يديه، ما بانوا ليا رجليه، ما بانت ليا كرشو، كي كان هاد الجنين. والله انا بعدا ما بان ليا شي جنين اخوتي بداكشي اللي دارت. زائد واحد المساله، انتي غادا مشيتي عند الطبيب، قلتو مشيتي عند الطبيب اليوم درتي الفيديو عند الطبيب. انا اللي ما فهمتش كيفاش نتي دخلتي نتو مفرقه عند الطبيب والطبيب كيسولك واش هذا راجلك؟ لا زعما غيدخل معاها تما بوها، ولا يقدر يدخل معاها اخوها تما؟ ما فهمتش. مشيتي عند الطبيب والطبيب غيسولك واش هذا اللي معاك راجلك، علاش غيدخل معاها تما بوها ولا اخوها؟ هذه اول نقطه. ثاني نقطه، الطبيب سولك واش نتي من الحسيمه، الطبيب غادي عنده يقلبك ولا غادي عنده يسولك واش نتي من الحسيمه ولا نتي من واد زم؟ طبيب كتمشي عندو نتي حشم يسولك قدام راجلك واش نتي من الحسيمه ولا من هذيك، يدوز لك والسلام عليكم. يعني القضيه فيها ان والقضيه في الطاقيه. زعما عاد بالك راك ضربتي لنا المصداقيه في الزيرو خارج من داك الفيديو الواعره، دموع التماسيح والموسيقى، ما خبركمش راه كلشي ولا مفبرك في هذا الوقت، كلشي ولا مفبرك. والكرش اليوم عندها راه بينات الكرش اليوم. شوف اليوم بنتي انك حامله ديال بصح، حامله مشيتي واقيلا من الكمامسيان شي قصريه ديال الكسكسو مشيتي عند الطبيب. الكرش اليوم بعدا كاين بينتها اليوم، برافو لك ومجبده لك السيده بحال راه فعلا حامله. بلاتي حاملي ولا ما تحمليش، اللي علامه استفهام كبيره هنا في الموضوع شناهي؟ شكون هو وشكون؟ شكون هو وشكون؟ شكون هو وشكون؟ شكون هو وشكون المغتصب؟ شكون هو وشكون اللي كلا الحلوى؟ شكون هو وشكون اللي كلا لونطخي والسويت؟ شكون هو وشكون؟ قولي المفرقع شكون؟ هذا هو الموضوع المهم، ماشي تنوض التلفون او تلفون الرأي العام بالحمل الكاذب ولا الحمل حمل ديال الحزاق اللي حامله به السريعه. كل مره ها حامله ما حاملاش الجنين. الموضوع المهم هنايا هو انكم باغي نطرقوا على المغتصب، خاصنا نعرفوا شكون المغتصب. دوي المفرقع شكون شكون المغتصب، هذا هو الموضوع المهم اللي خاصنا نناقشوا. اما هاد هاد السريعه ولا هاد الغوزين ولا هاد البواله، حملي ولا ما تحمليش شغلك هذاك، شغلك هذاك. زعما اليوم خارجه زعما راك ضاربه لنا في المصداقيه ديالنا الفيديو، ها انايا ان هذه خطه مدروسه ديال المفرقع مدام غزينو الشريره، انهم يتلفوا الراي العام في هذا الموضوع ديال الحمل. حق نقولوا حامله ما حاملاش، مشينا عند الطبيب ما مشيناش، جينا نقزنا منه ما جينا من ليه، كلشي ولا مفبرك. انا دابا ندي وندي اي بنت ندي عند ندير لها التلفازه نقول لكم راه حامله، وندير شي فيديو ندوزه في ديك ليكرو ونخليه يطلع ويهبط يطلع ويهبط، نقول لكم ها هي حامله، هو كلشي يقولها حامله. شكون قال حامله؟ انت مره عندك الكرش، مره ما عندكش، مره نافخاها، مره مدخلاها، مره ناسيها في الثلاجه، فهمتوا؟ بلا ما تبقاو تستحمروا المتتبعين. وبزاف ديال الناس اللي معاكم تما في التعاليق راه بانوا هي اذكياء وعاقوا باللعبه، عاقبها ان اللعبه مفروشه. وكاين الناس اللي عندهم علاقه بالطب وخدامين في ميدان ديال الطب وقال لك هذا الشيء راه مشكوك في امره، علامه استفهام. ندوزو هذا الموضوع، كما قلت لكم الموضوع الاساسي في هذه القضيه هو ميبقاش حقوق الوالدين، امر شويه مابقاش كيدير في حقوق الوالدين، زائد نعرفوا شكون اللي كلا الحلوى. هذا علامه استفهام كبيره ضو خط الراي العام، شكون هذا المغتصب
باباه جذبوه الكلب خاصو يتعاقب. يا صبوع يا حجره ديال العود يا رجل يا فكرون، اللي بغى يكون مغتصب خاصو يتعاقب. انت المفرقع يا ديوتي يا الشماته اللي دير هاد القيامه كامله على موضوع ديال الحمل، لا كذبتونا في الحمل لا صدقتونا، والموضوع ديال الحمل كتناقشوا في اللايفات وكتسهر عليه وتطلع ديال اللايفات وفيديوهات كيهمك. والشرف ديال بنتك والعرض ديال بنتك اللي مغتصب ما كتهضرش عليه والو. ما عمري شفتك درتي شي فيديو وهضرتي على الموضوع ديال الاغتصاب، شنو وقع في الاغتصاب. ديما كتطلع في الفيديوهات وفي اللايفات، اما كتهاجم صحاب القنوات اللي كيهضروا على هذا الموضوع، اولا كتهاجم يوسف الزروالي ولا السعاد. ما عمرك درتي شي فيديو ناقشتي معانا ولا ناقشتي مع المتبعين ديالك موضوع الاغتصاب، شكون اللي اغتصب على بنتي اغتصبات، وتبحث وتقلب وتمشي دير الشكايات وتشد المحامي وتجري. هادشي الفيديوهات وهاد المجهود اللي كدير على الحمل راه خاصك دير على الشرف ديال بنتك اللي ولات مساله قضيه راي عام. كلشي باغي يعرف شكون ووسختي الصوره ديال بنتك. شتي بهاد بروده النفس اللي فيك وهادشي اللي كدير زعما وكدير راسك مسوقش، راك وسختي الشرف ديال بنتك اكثر من هو موسخ. والصوره ديال بناتك بصفه بجوج بجوج الصوره ديالهم توسخت بسبب واحد ديوتي اللي ما فهمتش. شوف باش عرفوا بنادم مكلخ بنادم جاهل باش يدير واحد المجهود يقلب على المغتصب واخا هو راه عارفه والله اعلم ما كان هو النيت من الاخر. حيت بالي على هاد بروده النفس اللي فيه راه يقدر يكون هو النيت صراحه، اولا خوه اللي في بيبيس او ممكنش. تعال الموضوع ديال الجنين تيق ولا ما يتيقوش الجنين السيدي، الجنين ماشي حاجه مهمه، خاص تكون هو مول الفعله. دابا هي مربط الفرس وغنبقاو عليكم تنعرفوا يا جدبوه الكلب هاد مول الفعله شكون بغى يكون ويمشي لحبيب بيس. كيما بغى يكون هاد مول الفعله خاصو يتعاقب، وكلنا مول الفعله. يلا باش الاغتصاب ما يبقاش عندنا ظاهره الاغتصاب اللي نتوما باغين تشجعوا عليه وتولى مساله عاديه كما ديك المره دفعتوا لنا العاقه ديال بنتك. كتقول لكم على ان المغتصبه واخا قصيره خاصها تعاقب وحق هذا القانون ما عجبنيش بصراحه وماشي منصف. باغت هي ينشروا لنا ظاهره الاغتصاب مساله عاديه، مساله حقوق الوالدين مساله عاديه. اوروبا راه ما عندهمش مساله عاديه المبطبط، ما عرفتيش شنو هاد الثقافه انت وبنتك. هاد الثقافه السنغال وما عندهمش هاد الثقافه، ما فهمتش شنو هاد وبنتك. هذه سميتها الكبت. ثم انتم عائله مكبوته 10 100 على 10 عائله المكابيت، عائله المفرقعين المكابيت. ما مغتصب شكون هو نعرفو، كلنا مول الفعله، كلنا مول الفعله. يوم ولا بدا مول الفعله ولا بدا، مول اليوم ولا غدا المغتصب ولا بدا، اليوم ولا غدا المغتصب يبان ولا بدا. اللايكات والتعاليق والبارطاج يوم وغدا مول الفعله ولا بدا، يوم وغدا مول الفعله يبان ولا بدا.